مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام بأمسية جديدة من برنامج حديث المساء اللي يأتيكم يوميا نطوف به أنحاء إمارة الشارقة ومدن المنطقة الشرقية لننقل لكم كل ما هو جديد وأهم مجريات الإمارة الباسمة والمنطقة الشرقية وأهم الأحداث في الإمارة والمنطقة. مشاهدينا يمكنكم متابعة الحلقة عن طريق منصة وتطبيق مرايا التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون من خلال تحميل التطبيق مجانا على الهواتف الذكية عن طريق الرمز ظاهر أسفل الشاشة أو عبر الموقع الإلكتروني أو على منصات أجهزة التلفاز الذكية. فأهلا وسهلا بكم في برنامج حديث المساء وإليكم أهم العناوين. نادي خرفكان للمعاقين يستضيف برنامج التدريب للأنشطة الحركية. هيئة الشارقة للكتاب تطلق جائزة الشارقة للأدب المكتبي. الشارقة الرياضي يطلق النسخة الأولى من بطولة الشارقة للياقة البدنية. إذن مشاهدينا الكرام، إضافة إلى العديد من الفقرات إن شاء الله الحاضرة معنا اليوم في برنامج حديث المساء ومكالمتنا أيضا مع ضيوفنا الأعزاء يعرفون عن أهم الأنشطة في المنطقة الشرقية وإمارة الشارقة. مشاهدينا، حرصا من إمارة الشارقة على الاهتمام بفئة ذوي الإعاقة، فقد سعت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية والاتحادات والأندية على رعاية ذوي الإعاقة وكذلك تأهيلهم في الجانب الرياضي. واستضاف نادي خرفكان للمعاقين برنامج التدريب للأنشطة الحركية وذلك بالتعاون مع مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي. الحديث أكثر عن أهداف هذا البرنامج، سعدني أن تكون معنا اليوم عبر مداخلة هاتفية الأستاذة فاطمة إبراهيم مدير الاستراتيجية والمشاريع في مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي. حياك الله ويانا أستاذة فاطمة ومساك الله بالخير. يا مرحبا وسهلا، يا مرحبا الله بالنور. يا هلا وسهلا. في البداية يعني اليوم نتحدث عن هذا البرنامج التدريبي، لماذا تم إعداد هذا البرنامج للأنشطة الحركية للأولمبياد الخاص؟ بداية أول شيء نحب نشكر مؤسسة الشارقة للإعلام على تغطيتها الدائمة لفعاليات أصحاب الهمم في الدولة وأيضا فعاليات الأولمبياد الخاص، وحرصهم أن ينقلون الصورة الجميلة للفعاليات المقامة بالشراكة مع عدة مؤسسات في إمارة الشارقة. أول شيء السبب الأول طبعا الأولمبياد الخاص هي مؤسسة ذات نفع عام معنية بالأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية في دورة الإمارات من خلال مشاركاتهم الأولمبية في عدة فعاليات، لكن الأولمبياد الخاص كمنظمة دولية أيضا ينظر للأشخاص اللي عندهم إعاقات متعددة والتي تشمل الحركية والذهنية أيضا من خلال برنامج التدريب على الأنشطة الحركية. هو طبعا برنامج دولي مثل ما قلنا، يتبع الأولمبياد الخاص الدولي في معايير محددة يقوم بتوفير الفرص التدريبية والمنافسة الرياضية للأشخاص من ذوي الإعاقات المتعددة أو الشديدة التي تعيقهم عن المشاركة في الفعاليات والمسابقات الخاصة بالأولمبياد الخاص أو المسابقات والمنافسات المباريات والبطولات المختلفة. طبعا نحن من خلال هذا البرنامج نقوم بتدريب الأشخاص اللي هم قائمين على التدريب اللاعبين نفسهم أو المشاركين من خلال البرنامج هذا كمرحلة، ولو بعدين يتم أيضا تطبيق هذا البرنامج من خلال فعاليات رياضية ترفيهية لهم. نعم أستاذ فاطمة، هو برنامج متكامل ولكن ماذا يشمل هذا البرنامج من أنشطة وفعاليات؟ البرنامج هذا يشمل أول شيء مثل ما قلت لك المرحلة الأولى هو تدريب الأشخاص العاملين أو المتعاونين من خلال تدريب الأشخاص من ذوي الإعاقة على الحركات الرياضية الترفيهية المختلفة. طبعا هي ممكن نحن نسميها كرنفال مصغر للأنشطة الرياضية تناسبهم. نهدف من خلال هذه الأنشطة التفاعل الإيجابي، زرع يعني فرحة مثل ما تقول في نفوس ذوي الهمم نفسهم. نعم. وأيضا الأشخاص العاملين معهم نحن نبعدهم عن مثل ما تقول الروتين اليومي موجودهم في المراكز أو في النوادي من خلال فعاليات ترفيهية جميلة جدا تساهم في تنمية الأنشطة الحركية والذهنية لديهم.
نعم. طيب استاذة فاطمة، ذكرتي قبل قليل أن هناك معايير وأسس عالمية في هذا البرنامج، ما إذا تحدثنا عن هذه المعايير التي اليوم نراها في الأولمبياد؟ طبعا معايير الأولمبياد الخاص تأتي من دراسات كبيرة. اليوم نحن نتكلم عن مؤسسة تطبق برامجها في كافة دول العالم، 200 دولة يوجد فيها برنامج الأولمبياد الخاص. نحن الحمد لله في دولة الإمارات حظينا بقيادة رشيدة تعمل على دعم تنفيذ هذه البرامج في كافة الإمارات السبعة. نحن اليوم برئاسة فخرية من سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، وأيضا من بدعم كبير من سمو من معالي شمل مزروعي رئيسة مجلس الأمناء في مؤسسة الأولمبياد الخاص. عندنا دعم كبير في تنفيذ هذه البرامج على أعلى المعايير المتوفرة. نحن اليوم البرامج هذه برامج دولية لكن تطبق في الإمارات بأعلى المعايير بالتعاون مع شركائنا ولله الحمد. نحن اليوم الفرص هذه يمكن تكون نادرة في كثير من الدول، لكن نحن دولة الإمارات ما تنظر فقط للمنافسات الرياضية لأصحاب الهمم وتحقيق الميداليات، بل نحن نهتم أيضا في تنمية الجانب اللي هو مثل ما تقول الترفيهي والتوعوي وأيضا إعطاء الفرص للأشخاص من ذوي الإعاقة في مختلف قدراتهم. إحنا ما ننظر فقط للشخص القادر على المنافسة وتمنى فقط الميدالية، لا، نحن تمنى إعطاء الفرصة لجميع القدرات مهما كانت، سواء كانت إعاقة شديدة، إعاقة متوسطة، أم إعاقة ممكن أنه من خلالها ينافس خارج الدولة وداخلها. نعم. طيب نتحدث اليوم عن استضافة مدينة خرفكان للأولمبياد، فكيف جاء اختيار مدينة خرفكان لأنها تستضيف هذا البرنامج؟ طبعا مدينة خرفكان ونادي خرفكان لأصحاب الهمم كان دوما مرحب لكل فعاليات الأولمبياد الخاص، مش من اليوم أو من هذه السنة، لا، كانت في علاقة تمتد لأكثر من سنتين. طبعا من أوائل المدن اللي احتضنت رجوع فعالياتنا بعد جائحة كوفيد-19 كانت مدينة خرفكان، والتعاون الكبير بيننا وبين نادي خرفكان، وأيضا بالتعاون مع مدرسة الشارجة الرياضي وأيضا مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. يمكن هالشيء معروف عنكم، لكن في إمارة الشارجة العمل الجماعي هو اللي يخلينا نحن دائما نتوجه بتواجدنا هناك. الأولمبياد الخاص طبعا من خلال تواجده سواء في مدينة خرفكان أو دبي أو أبوظبي يجمع المناطق القريبة من هذه النوادي بالتحديد في منطقة واحدة. نحن اليوم يعني نتكلم عن استضافة نادي خرفكان، ما مش بس فقط نستضيف لاعبين مدينة الشارقة أو لأصحاب الهمم مدينة خرفكان، لا، نحن نمتد لما بعد ذلك، عندك لاعبين من عجمان، لاعبين من راس الخيمة، من الفجيرة، من عدة إمارات ومدن حول خرفكان، نجمعهم كلهم في النادي الجميل أنا أسميه. نعم. بحكم موقعه بين الجغرافي في منطقة خرفكان الجميلة والمبنى اللي فعلا متميز بين نوادي أصحاب الهمم في الدولة. نعم. نادي خرفكان للمعاقين يستضيف هذه النسخة من هذا البرنامج، ولكن ما إذا تحدثنا عن الهدف من إقامة هذا البرنامج أستاذة فاطمة؟ الهدف أول شيء نعطي الفرص للمشاركة من اللاعبين اللي ما يستطيعوا ممارسة الرياضة بشكل اعتيادي في البرامج الأخرى للأولمبياد الخاص، وأن نحن نسمح لهم من خلال هذا البرنامج بالتفاعل الرياضي من خلال الأنشطة البدنية والترفيهية، وأيضا هذا بالشراكة مع مدينة الشارجة للخدمات الإنسانية اللي تحرص أن هي توفر الفرص للأشخاص أو المرتادين المؤسسة عندهم من غير القادرين على ممارسة الرياضة التقليدية بشكل عادي، أن نحن نخلق لهم الفرص اللي تناسب قدراتهم وتناسب مثل ما تقول تناسب مهاراتهم اللي هم قادرين عليها. نحن من خلال تدريبنا للكوادر الفنية الموجودة في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وأيضا تدريب الكوادر الموجودة في نوادي أصحاب الهمم في الدولة سواء كانت في الشارجة أو إمارات أخرى، نحن نسعى لإعطاء الفرص لكل الأشخاص مهما كانت قدراتهم. وهذه الفرصة أو الهدف الأكبر من خلال تطبيق هذا البرنامج، برنامج الأنشطة الحركية أو بالإنجليزي نسميه MATP، هو برنامج متخصص جدا في إعطاء الفرصة للأشخاص مثل ما قلنا من ذوي الإعاقات الشديدة جدا اللي تكون إعاقة حركية مع إعاقة ذهنية أيضا. نعم. طيب أستاذة فاطمة، يعني نتحدث اليوم عن الأولمبياد، ولكن هل جميع منتسبي نادي خرفكان المعاقين أو الأندية الأخرى كذلك المختصة بذوي الإعاقة يمكنهم المشاركة أم هناك فئات معينة فقط؟ نحن كأولمبياد خاص نشاطنا يتركز حول الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية، لكن من خلال تعاوننا مع النوادي كان في دائما حضور
أشخاص من إعاقات أخرى. نفضل دائما يكون في تركيز على الإعاقة الذهنية وإعطاهم الفرصة، بما أنهم نحن الفئة اللي نركز عليها، ونحب أن احنا دائما ننمي سواء المهارات الفنية المتعلقة بتدريبهم، على أساس نحن نكون أستاذي الكريم متخصصين جدا في طريقة طرح المعلومة أو توفير المعلومة سواء للكوادر الفنية أم للمستفيدين. لأن اليوم نحن اليوم نتكلم عن أصحاب الهمم أو الأشخاص من ذوي الإعاقة، يمكن الجمهور العام يشوفها هي فئة واحدة، لكن نحن لما نتخصص بالعكس نقدم خدمة تكون أفضل لما تكون متخصصة لفئة معينة منهم. لأن فعلا البرامج المقدمة لذوي الإعاقة الذهنية مختلفة عن ذوي الإعاقة الحركية، مختلفة عن الأشخاص اللي عندهم إعاقة بصرية أو سمعية أيضا. بالعكس أن يوم أنت تتخصص في البرامج تكون برامج محددة لهم تناسب قدراتهم باختلافها، لكن احنا دائما نرحب بالجميع، حتى نرحب بالأشخاص من غير المعاقين للمشاركة في فعالياتنا، لأن احنا دائما نرحب بالفعاليات الموحدة اللي تجمع جميع الأشخاص سواء كانوا معاقين أم غير معاقين، لأن احنا في النهاية الدمج المجتمع الشامل هو هدفنا الأول. نعم. طيب سيدة فاطمة، ما هي أبرز التدريبات أو الأنشطة التي يمكن أن يمارسها كذلك المنتسبين في هذا البرنامج؟ الفعاليات اللي ترتكز عليها اللي هي فعاليات الحركية اللي تناسب قدراتهم الجسدية، رمي الكرات، المهارة البدنية، الجري في حال قدرة الطفل على ذلك، تحريك يده في حال القدرة على ذلك، أيضا التفاعل الإيجابي من خلال تفاعله في نجاحه في القدرة مثلا أنه يؤدي بعض من الحركات الرياضية. هاي كلها تفيد تضيف طبعا جانب جدا ترفيهي وجانب جدا إيجابي في مثل ما تقول في الفرحة، في إضافة الفرحة في نفوس المشاركين، واللي تضيف طبعا جانب إيجابي جدا من خلال مشاركتهم. أنت تقدر تشوف لما إذا ممكن تزورنا طبعا من خلال الفعالية يوم غد. نعم. صباح غد إن شاء الله في نادي خورفكان. يسعدنا أكيد. نتشرف بحضوركم أكيد وحضور الأخوة في قناتكم الموقرة، وأنا يشوفون كيف الأثر الإيجابي الكبير اللي نشوفه على وجوه المشاركين وأيضا المدربين نفسهم. نعم. فعلا في أثر جميل، ومثل ما تقول أجواء إيجابية جميلة دائما تكون موجودة. أستاذة فاطمة إبراهيم، مدير الاستراتيجية والمشاريع في مؤسسة الأولمبيات الخاص الإماراتي، شكرا لك على هذه المداخلة وكل التوفيق لكم إن شاء الله في هذا البرنامج، وبإذن الله سنكون متواجدين معاكم إن شاء الله. بإذن الله، شكرا لكم كشركاء إعلاميين دائما متميزين في تغطية الفعاليات. أيضا الشكر موصول لمجلس الشارجة الرياضي والمؤسسات الأخرى، مدينة الشارجة للخدمات الإنسانية ونادي خورفكان وكل المنتسبين في نوادي الشارجة والإمارات الأخرى أيضا. كل التوفيق لكم. شكرا لكم. شكرا.